بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنتكلم على برنامج فيديو شو، وهو برنامج مسؤول ان هو بيحول الصور عند الفيديو. هو برنامج سهل جدا وبسيط وفيه امكانيات جميلة جدا عندنا. احنا هنشوف دلوقتي كل اللي هنعمله. هنشغل الابليكيشن ده، اول صفحة هتطلع عبارة عن مجرد دعاية دي بس مش اكتر من كده. هقول بسكيب. هيبدأ يظهر انت شكل البرنامج بتاعي. هختار منه سلايد شو. لما اقول سلايد شو طبعا هيسألني فين الصور بتاعتي. البرنامج ده ميزته الجميلة جدا ان هو اول ما يفتح هيطلعلي كل الفولدرات اللي فيها الصور، حتى لو فيها صورة واحدة بس. فبروح على الفولدر اللي فيه الصور بتاعتي اللي انا عايزها، وليكن مثلا اليكسا ده، طلعلي الصورة اللي جواه. لو بصينا فوق على اليمين كده هنلاقي ان في حاجه اسمها سورت، اللي هي الشرطه جنبها سهم تحت. لو فتحتها هنلاقي جواها حاجه اسمها سورت باي، الترتيب. انت عايز ترتب الصور بتاعتك على اساس ايه؟ عشان لو صور ياما اقول له مثلا على اساس وقت الصوره ولا على اساس اسمها. طب انا هقول له على اساس اسمها. طب تصاعدي ولا تنازلي؟ اسيندنج تصاعدي، ديسيندنج تنازلي. فانا هقول له لا، رتب لي الاسامي تصاعدي، يعني 1 2 3 او الف ب او اي بي بالترتيب ده. خلصت الترتيب اللي انا عايزه. فين الصورة أنا عايزها؟ مثلا عايز أول صورة دي، كليك عليها إيه ده، إحنا شايفين نزلت. عايز الصورة التالتة حسب أنا عايز. طب أنا مش عايز أختار صورة بالغلط، بمنتهى البساطة هضغط إكس هتختفي معايا الصورة من تحت. طب أنا عايز كل الصور مرة واحدة، هنلاقي إن في آد أول اللي هي عبارة عن النقط دي اللي تحت علامة صح. هختارها، هنلاقي إن كل الصور بتاعتي نزلت موجودة معايا. طيب أنا كده خلصت الصورة اللي أنا عايزها. هقول له الخطوة اللي بعدها نيكست. هيسألني في نيكست بعدها على ايه؟ أول حاجة هيسألني عليها اللي هي الشكل بتاع الصورة. يا ترى أنت عايز الصورة تظهر بقى كده صورة ثابتة ما فيهاش أي حركة، الصور على بعضها، ولا أنت عايز تديها حركة معينة؟ مثلا اللي أنا مختاره ده فيد أوت، إن الصورة كأنها طالعة من جوه لبره، فيها حركة بسيطة، ومجموعة أوبشن تحت زي ما إحنا شايفين كده لشكل الحركة بتاعتي. الاختيار اللي بعدها حاجة اسمها ساوند، الصوت. لو تدوس على ميوزك فيها طلع لي ايه؟ طلع لي بيقول لي انت عندك صوت انت عامله داونلود اسمه كذا اللي هو نيويورك لاب ده، ولا انت مش عايز صوت خالص اللي هو نان حسب ما انا عايز. انا في المثال بتاعي ده هختار الصوت الفلاني اللي هو نيويورك لاب. تمام، بيبدا يسمحولي. تمام، واقول له اد ميوزك هيضيفه. طب افرض انا الصوت انا عايز مش موجود هنا، ده عندي حاجه اسمها ماي ميوزك، هختار الصوت اللي انا عايزه. تمام، هنلاقي عندي الهيستوري بتاع الصوت انا استعملتها قبل كده. انا دخلت تاني على ماي داونلود، اخترت ماي داونلود، اخترت الصوت اللي موجود عندي وقلت له اد ميوزك. تمام، اعطيه حبه اوبشن تحت خاصه بالصوت، انت عايز تعمل ايه؟ مالتي ميوزك، انا عايز احط اكتر من صوت عندي. طبعا هيسالني الصوت الاولاني من امتى لامتى، الصوت التاني من امتى لامتى، الوقت في الفيديو. طيب الخطوه اللي بعدها، لو انا عايز اعدل عندي مثلا، عندي لو كليب اديت اهي، هلاقي فيها مجموعة اوبشن زوم، ديوريشن، وقت معين الصورة دي، ادجاست، روتيت لو الصورة عايزة الفها حسب ما انا عايز، ومجموعة اوبشن تانية خاصة بالصور زي ما احنا شايفين. طب السيتنج الاعدادات بتاعتي اهم حاجة عندي فيها ديوريشن، الوقت. انت عايز الصورة تفضل وقت عرض الصورة الواحدة في الفيديو ده مثلا 5 ثواني، 4 ثواني، 9 ثواني، 10 ثواني، زي ما انا عايز. بيفرق عايز اكتر من 10. اول ما رحت ال 10 بدا يسالني انت عايز وقت قد ايه، بالزائد والناقص اقدر اظبط الوقت بتاعي. ظبطت وقت الصوره الواحده، هقول اوكي اوكي، مش عايز اعدل اي حاجه ثانيه، مش هحتاج اكتر من كده. انا عايز اقول له خلاص، اقول له اكسبورت، ابدا اعمل لي الفيديو بتاعي. اول ما اقول له اكسبورت هيبدا يسالني انت الفيديو ده هتعمل فيه ايه؟ هتبعته هعمله هبعته لك على فيس ماسنجر، فيسبوك ماسنجر، ولا ابعته على يوتيوب، ولا فيسبوك، ولا انستجرام، ولا واتساب، حسب ما انا عايز. احنا شايفين كده. انا دايما بحب اعمل ايه؟ احب اسيفه، فهقول اخزنه على الموبايل الاول يعني، فهقول سيف تو جاليري. هيبدا يسالني جوده الصوره بتاعته ايه، في الغالب انا بختار اتش دي، فهقول له اتش دي. هيبدا يكريت الفيديو بتاعي اللي انا مختاره زي ما احنا شايفين كده. بيبدا يحمل قدامي 1% 2% لغايه لما هيوصل 100% بتاعي. على فكره ما بياخدش وقت طويل، مع ان الفيديو ممكن يبقى طويل شويه، بس هو فعلا سريع يعني. مش هيطول معانا هو ال 100% ما تقلقوش.
وبرضه احتياطي ايه عشان الوقت بتاعكم بتاع الفيديو، انا هوقف التسجيل ونرجع تاني بعد ما يخلص. يخلص اهو. بص يا جماعه، قال لي ايه؟ قال لي وقت الفيديو بتاعك، طبعا ده اعلان طلع معايا، قال لي وقت الفيديو بتاعك اهو 2 دقيقة و11 ثانية، حجمه 35 ميجا، والمكان بتاعه اللي بيسيف عليه اهو بيسيف الفولدر اسمه دي سي اي ام بتاعي، لو هو نفس المكان بتاع الكاميرا، صور الكاميرا لو دخلت على الفايل مانجر بتاعي انا اهو مش هشوف مكان الفايل بتاعي، هروح على الباص لو قال لي عليه دي سي اي ام اهو، هنلاقي عندي فولدر اسمه سلايد فيو اهو، تمام هفتحه.